اللبناني اليوم حنعذروا عليه الجاي صالح، الانسان اللي ما تقدرش عليه الصحافه الجزائريه، صحافه من الداخل ما تقدرش عليه، حنتكلموا اليوم على الجاي صالح. الجاي صالح نائب وزير الدفاع الوطني، قائد اركان الجيش الوطني الشعبي. اليوم حنتكلموا على الجاي صالح. قايد صالح كاين تضارب كبير في سنه، وناس تقول لك 78 وناس تقول لك 84 وناس وناس. المهم الحاجه اللي ثابته انه الانسان هذا عنده 60 سنه في الحياه العسكريه. الانسان هذا انضم لارمي ليبراسيون ناسيونال، انسان مجاهد انضم لارمي ليبراسيون ناسيونال، وبعدين انضم للجيش الوطني الشعبي. انسان راه يتحرك بزاف، يمشي بزاف، انسان الى تري بيان ميدياتيزي، الاعلام يغطيه مليح. نبداو حكايه القايد صالح، بالك حكايه القايد صالح تبدا بحكايه الالويه، حكايه الاقالات نتاع الجيش الوطني الشعبي، اقالات في الجيش الوطني الشعبي الالويه، المجموعه من الالويه. والقايد صالح كان من الناس اللي حقوا معايا في عليهم في باب جديده، تم التحقيق معايا فيه على كتابات كتبتها عليه، اليوم نهضر له ديراكت احسن بكثير من الكتابه. القايد صالح، القايد صالح انت مشيتو اليوم بصفتك قائد اركان الجيش الوطني الشعبي، يعني انت اللي تتحكم في المحكمه العسكريه في الاصل. في اصل الامور ان المحكمه العسكريه ولا قائد المحكمه العسكريه هو فرد من افراد الجيش الوطني الشعبي اللي يتبعوا لك. قلت صراحه انت ديت لواء حبيب شنتوف، لواء عبد الرزاق شريف المجاد، ولواء سعيد باي، ولواء مناد بنوبه، ولواء بوجمعه بودواور، ديتهم الحبس المؤقت. المحكمة العسكرية حكمت عليهم بالحبس المؤقت في 14 أكتوبر 2018. 4 نوفمبر 2018 المحكمة العسكرية عطت لهم الإفراج. يعني التهم اللي ديت بها الألوية هذه، احنا الإشكالية اللي رايح عندي معك اليوم أنه الألوية هذو علاش ديتهم للحبس؟ ومن بعد عاودوا خرجوا. يعني الألوية هذو ما داروا والو في الأصل، 20 يوم وخرجوا من الحبس، والحبس كان في آي بي ماشي حبس. المحكمة العسكرية فيها دي ميزون اللي يقدروا يباتوا فيهم ضباط السامون في حالة وين تم اعتقالهم 20 يوم. التهم اللي كانوا متابعين بها هذا الألوية يا القايد كانت تهم خطيرة جدا، يعني بينهم وبين التهم تاع خونا أحمد مولد ولا التهم تاع خونا سيد علي ولا خونا مدني روابح، كانت تهم خطيرة جدا يا سي محمد. كما اللواء مناد نوبة من التهم اللي كان متابع بها تسهيل فرار، مجرم خطير سهل له فراره من الجزائر بناء على صفته. هذه التهم اللي انتم قلتوا لنا عليها، ومتهم ايضا بالنصب والاحتيال. لواء من ذنوبه كاين جزائريين شكاو به بالنصب والاحتيال واستغلال المنصب تاعو واستغلال النفوذ. هذا اللواء من ذنوبه كان قائد الدرك الوطني. لواء من ذنوبه قضى 20 يوم في حبس في اي بي وخرج. لواء بوجمع ابو دواور، لواء معناتها جنرال ماجور، هذا اللواء بوجمع ابو دواور احنا خدمنا عليه وقلنا باللي شرا فيلا ب 38 مليار وعاود خدمها وجهزها ب 17 مليار، ودا شقتين هديه من عند كمال شيخي في احدى عقاراته قيمتهم في زوز ب 8 ملاير داوهم ولده. وقلنا باللي اللواء بوجمع ابو دواور هذا واش كان شاد؟ كان شاد مدير المصالح الماليه في وزاره الدفاع الوطني، يعني اي سوارد ولا فلوس كان شادها بوجمع ابو دواور. وقلنا ايضا انه سهل عديد الصفقات لكمال شيخي، وشفناه وكانوا فيديوهات بينه وبين كمال شيخي وتلاقاه وريحه وكلا وغيرها. وانسان اللي متهم بفساد كبير في وزاره الدفاع الوطني. وزاره الدفاع الوطني يا جماعه ما راهيش ملك القايد صالح، ملك الجزائريين، ملك الشعب الجزائري، ماهيش رزقه باه يتصرف فيها كما يحب. هذا الانسان ثاني 20 يوم حبس وخرج. كان كاين ثاني اللواء عبد الرزاق شريف، مجاهد وانسان طيب وما شابه، ولكن الفساد كان كبير ثاني في جهته. اولاد تودا وكاع بسكره والناس بكل على بالها، وهذا واش يقولوا ناس بسكره، ناس بسكره راكم معانا، اذا راكم معانا راكم على بالكم بالشيء هذا. انسان هذا ثاني قضى 20 يوم حبس وخرج. كاين اللواء الحبيب شنتوف كيف شاف دريجيو، كاين اللواء سعيد باي، هذا الناس بكل انتم على بالكم، ولكن الناس هذو انتم قلتوا لنا، انتم معناتها القايد وجماعته. خرجت انت القايد في بيانات رسميه وقلت بلي حنكافحوا الفساد، وبلي هذا وهذه كانت بالتزامن مع اقاله هذه الجنرالات، وقلت بلي اقاله هذه الجنرالات عندها علاقه بمكافحه الفساد. وتمت اقاله الجنرالات وبعد تحويلهم للمحكمه العسكريه.
هذا الكلام انت قلته والقايد، يعني الناس هذو فاسدين. من بعد الناس هذو راحوا قضوا 20 يوم في الحبس، في حبس في اي بي داخل المحكمه العسكريه تاع البليده، ومشاو يروحوا لاولادهم 20 يوم، مع انه جريمه الناس هذو خطيره جدا. اذا الناس هذو سرقوا المال العام، احنا ما نش نجروا عليهم باش يروحوا للحبس، لانه وجودهم في الحبس ما يخدمناش، ولكن رانا نجروا على الرزق اللي عند اولادهم باه يرجعوه. هذا رزق، ورزق جزائري لازم انه يعاودوا يولوا الصوار دول الفلوس. الناس هذو مجمعه بودواور، الجميع يعرف حجم القدره الماليه اللي عنده، قدره ماليه رهيبه جدا. نتكلموا على واحد من اباطره المال في الجزائر، كيفه كيف اللي هو عبد الرزاق شريف وولادته. ولادته يا اخي تعرفوهم وتعرفوا واش عندهم، وتم النشر على ولاده واش عندهم، كيفه كيف اللواء سعيد باي، كيفه كيف اللواء من نوبة، وكيفه كيف هذا الالويه. انتوما ما ديتوهمش الحبس، الالويه هذو انتوما طلقتوهم راحوا يروحوا. دراهم الشاب الجزائري ثاني ما ريكيبيريتوهمش، ولادهم مازالوا يتنعموا برزق الشعب الجزائري في الجزائر قدام الجزائريين. ونحن اولادنا ولا الزواوله يمشيوا بخمسه وعشره وخمسطاش سنه على جال سرقه تاع 30,000 فراك، ولا اختلاس حاجه، ولا على جال شويه ولا كميه تاع مخدرات تحكمها عنده يتكيف فيها، على جالك تمشي تديها للحبس ويضرب بالخمسه وعشر سنين وعاد. ولكن انتوما اولادكم جنرالاتكم ما يمشوش للحباس في القضيه نتاع هذا الجنرالات، باش تعرف بلي انتوما راكم تتعاملوا ضد القانون وضد قيم دوله. جنرالات هذو خديتوهم في خمسه وديتو معاهم كولونال، الكولونال ما قلتولناش طلقتوه ولا لا، تاع الجنرالات طلقتوهم. انا واحد من الناس نطالب باسترجاع اموال الناس هذو. الناس هذو سرقوا كمال شيخي المدعو البوشي يا اخي، حجزتوا له كاع صوارده، ديتوا له 33 فيلا، ديتوا له صوارد، ديتوا له خيمته للحبس. الناس هذو كانوا صحابه كانوا يستفادوا منه. الناس هذو علاه ما حجزتوا لهم صوارده؟ نهضر على خمس الويه، خمس جنرالات، هذو لي سانك جينيرو ماجور كيما نتكلم ثاني. اذا نخرجوا من الجهه هذه نروحوا لعبد الغني هامل، لواء عبد الغني هامل، لواء عبد الغني هامل. الجميع يعرف شركات ولد عمير الهامل وشفيق الهامل، وشركات كبيرة جدا وأموال رهيبة. وولادكم يا أخي، هذا شرع ربي، ولادكم، ولادكم أنتم ماشي لازم قاع يخرجوا دي مليارده، ماشي لأنهم ولادكم لازم يخرجوا دي مليارده، ولادكم بكل دي مليارده، ولكم ولادكم بكل يتنعموا برزق الشعب الجزائري. والطريقة الوحيدة اللي حصلوا أموالهم كانت استغلال نفوذكم. المطلب الأساسي قبل ما نحوسوا الناس هذه تمشي للحبس، حوسوا ريكيبيري وصوارد، صوارد اللي داوه لازم يتريكيبيرا، وما هوش غير عبد الغني هام بكل. الحاجة الثانية اللي نقولها للقايد، القايد صالح، انت جاي ليا انا مواطن جزائري قاعد جاي ليا تقول لي باللي مدير المصالح المالية نتاعك فاسد، ومدير المصالح البشرية مقداد بوزيان فاسد، واللي شاف ريجيون تاعك فاسدين، ومدير امن الجيش فاسد وما كاش يبلى، والناس كاع فاسده، والادارات الساميه كاع اللي تحالت بناء على فسادها، والناس هذو ضربت 15 سنه وهي في مناصبها، وانت 15 سنه ما فقت لهمش، هاي كارثه. لانه الامانه في الاصل تاع الجيش، الامانه في الاصل انه انت اللي تحفظ البلاد. كيف تحفظ البلاد وانت مدير المصالح الماليه تاعك كتبتوا فيه بيانات وقلتوا فاسد وسرق اموال الشعب، وبالمنصب تاعو قعد 15 سنه لشاف ديتا ماجور عبد الرزاق شريف الحبيب شنتوف وسعيد باهي، انتم قلتوا عليهم فاسدين، انتم هزيتوهم وديتوهم للحبس، وانتم طلقتوهم بعد 20 يوم. كيف ما انت حابني نقنع باللي انت خدمت خدمتك؟ ابدا انت ما خدمتش خدمتك. انا الاشكاليه اللي عندي معاه يا اما ادارتك انت يا القايد تخاذلت مع هذه الالويه، وتخاذلت في تامين مال وزاره الدفاع الوطني اللي تكل عند الناس عند الجنرالات، تخاذلت
والاصل هنا انه تروح تروح، يا اما ادارتك تواطئت والاصل هنا تروح تتحاسب. هذوما الزوز احتمالات اللي كاينين. وانا عدلان من الله راني نطالب باقالتك، باقالتك من منصبك بناء على التهم اللي تمت متابعه بها الجنرالات هذو، وانك انت درت بيانات، وانت انا سمعتك باذني تقول باللي حنكافحوا الفساد، وباللي هذه الاقالات عندها علاقه بمكافحه الفساد. انا نطلب باقالتك انت، ونطلب انه الجنرالات هذو يتعاقبوا ويتحاسبوا، ويتحاسبوا اولادهم، ولادهم في خده وصوارت دور الرزق. الرزق هذا موش تاعنا، موش تاعهم، هذا الرزق نتاع الشعب الجزائري. الناس هذو علاش ما تحاسبش؟ الحاجه الثانيه، انا البارح وعدت وقلت انه حنقول لكم لما نعيط انيس القومي باه انشر تسجيل نتاع المخابرات شكون شاور. انا هذه وعدت، انا انيس القومي قلتها في التحقيقات، انه انيس القومي اتصل بي هاتفيا، وهذا الاستينك تليفوني، وطلب مني مهاجمة جهاز المخابرات لصالح جهاز الدرك الوطني ولصالح جهاز العدالة. هذا وش قال انيس القومي، وانه اذا ما هاجمتهمش راح يدوني للحبس. انيس القومي لانه انسان ضعيف وما يقدرش المواجهة، ضعيف وما يقدرش يواجه، يعرف يواجه المحبوس ولا الميت ولا المسؤول كي امره سيادو الداء. وهذه الهضره تاع انيس القومي، وانا نطلب من الناس اللي حنذكر اساميهم، اذا انيس القومي كذب عليا الاصل انهم يديروا بيانات وما يبقاوش يحميوه. انيس القومي يقول لي انه قبل ما ننشر التسجيل الصوتي تاع اسماعيل مدير مركز عنتر، عيط للعميد الغالي بن قصير قائد الدرك الوطني وشاورته، والعميد الغالي بن قصير يقول لي شاور القايد. وهذا الامر الهجوم على المخابرات راهو بتكليف شخصي من عند هذه المجموعه. هذا وش يقول انيس القومي. وانا عدلان مناح يا اخي راني موجود في الجزائر، وانتم يا اخي اجهزه امنيه ويحق لكم تحقوا. والكلام هذا انا قلته لكم في 22 اكتوبر، وكيش تكون بلي ما تصرفتوش معاه راني نقوله للشعب الجزائري، باش الشعب الجزائري يعرف، لانه انا ماني سامع بكم، واذا حبيتوا تعاودوا تهزوني للحبس مرحبا، والله لا راني خايفكم، والله لا راني سامع بكم. وانا في قناعتي الفكريه انه القايد صالح انا اعلى رتبه منه، لانه انا انسان مدني. هذا وش يقول دستور البلاد، القايد صالح كي يتلاقى عدلان ملاح ولا يتلاقى قدور ولا بن احمد ولا الطاهر، الاصل انه هو اللي يقرطف له. هذه هي الثقافه نتاع دوله مدنيه، يعني يا القايد انا والله ماني خايفك، بالك نحترم فتره الجهاد وصفه الجهاد اللي فيك واللي تقالت عليه، ولكن انتم ناس راني نعطيكم في معلومات حقه، لانه انيس القومي هو اللي قال باللي الهجوم على المخابرات هو بامر شخصي وبمشاورة مع الفريق أحمد قايد صالح وزارة الدفاع الوطني. هذا وش قال لي أنيس، راني نتحمل مسؤوليتي وراني نهدر بوتشي وراني نهدر من الجزائر وداخل الجزائر ومستعد للإدلاء بشهادات وراني مديت. درك انتوما يا وزارة الدفاع، أنا جاي عليهم يا وزارة الدفاع، انتوما إذا راكم تخدموا بأنيس القومي وانتوما قلتوا لأنيس القومي قولونا وراكم حابين تدوا البلاد، حابين تدوها للتهلوكة. وإذا أنيس القومي راه يكذب عليكم، الأصل أنه تخرجوا وديروا بيانات، ماشي ديروا بيانات على عدلان ملاح تقولوا يكذب. عدلان ملاح راه يقابل فيك في وجهك، وراه في الجزائر، وذرك راه في باب الواد، ومرحبا بكم الباب الواد، وارواحوا تحقوا معايا، ما عنديش مشكل. ها واش قال لي أنيس القومي، قلتها الطيب لوح وزير العدل، وقلتها العميد غالي بن قصير، وانا نقولها للقايد. يا جماعه ها واش راه يقول لي انيس القومي، وادله اثباتي انه انيس القومي
كان يتصل بي في التليفون، روحوا شوفوا الاتصالات الهاتفية بيني وبين أنيس القومي، وبيني وبين بلال كباش ذراعه الأيمن. هذا في ملفها. ملف الثاني وزارة الدفاع الوطني، لازم تعالج أمورها. هذه وزارة الدفاع الوطني ما رايش مؤسسة فوق المؤسسات، راي مؤسسة كيفها كيف المؤسسات، يحق أننا نقدوها ويحق أننا نهضروا عليها، وما كانش واحد فوق سيادة الشعب الجزائري يحق لي نهضر عليها. يا القايد عالج مشكلة المتقاعدين انت الجيش، عالج مشكلة المتقاعدين انت الجيش وتعالجها بنام زيتك، لأنه هذو ناس خاصة المعطوبين، هذو ناس المعطوبين وأرامل شهداء الأزمة الأمنية، هذه بنام زيتك تعالجها وتعطيهم حقهم. إذا البلاد فيها الدراهم أعطوهم حقهم، وإذا البلاد ما فيهاش دراهم قيموا واعطيلو حقه. ولو كان جات الدنيا دنيا هذو معطوبين الجيش كي تقابلوا تبوسلو على راسه وتسلملو على راسه، على خاطرش الكابرانات والسرجانات هما اللي كانوا يدافعوا ماشي الجنرالات متقاعدين. الجيش ثاني لازم يعرفوا باللي الهدف الاساسي تاع الحراك نتاعهم مش هو العنف، ما كانش عنف في البلاد، كلش حيكون سلمي وكل واحد يدافع على حقه. ما عيد ما ولاش عندنا انسان نلجؤ ليه يفصل في امور الجزائريين، كل واحد يولي يهضر عليه. هذا حق تاع المتقاعدين تاع الجيش لازم يدوه، لازم يدوه. حاجه خلاف، كاين واحد العقيد، العقيد هذا يتكلف بلي رسول شمال، جاتني معلومه عليه اليوم. العقيد حمادين، هذا العقيد حمادين عندها يومين أهان فام دو ميناج داخل مقر وزارة الدفاع الوطني. فام دو ميناج هذه ما ناش حنعطوا أسماء، ولكن يا جماعة ويا عسكر خافوا ربي في شعبكم وخافوا ربي في وطن وخافوا ربي في دين، في عود ما تحقروا الزواولة، دافعوا على وطن وما كان حتى واحد فوق الوطن. كاين الحكاية ثانية اللي تكلم عليها خونا هشام عبودة وهضر عليها، حكاية ما معروف بالانقلاب، هذه ماهيش هضر عليها. كاين ثاني حنا الحاجه ثاني اللي بقاو نهضروا فيها ثاني توجور خاوتنا اللي راهم معتقلين، غدوه ان شاء الله كاينه وقفه ان شاء الله، رانا ماشيين للادريسيه، الخونا مدني الوضع الزوالي ثاني حنصوروه لكم وحنحطه لكم فيديوهاته باش تعرفوا بلي انيس القومي الكذاب اللي قال على مدني الوابح ملياردير، غدوه تشوفوا دارو وتشوفوا كيف عايش، شوفوا كيف عايش. هذا مدني الوابع غدوة رانا رايحين، عرش ولاد نايل، هذا ميساج ليكم وخاوتنا ناس الجلفة، الله يرضى عليكم. انتم كرمتوا العقيد بن شريف نهار اللي أهانتوا الدولة الجزائرية وقفتوا معها، يعني عندكم القدرة انكم توقفوا مع الزوالي ولا توقفوا مع المحقور. هذا مدني الوابع واحد منكم، واحد تربى معاكم، واحد زوالي. ان شاء الله غدوه كي نوصلوا للادريسيه نلقاو خاوتنا ثم يتضامنوا معه. عدلان بالله يعرف مدني الوباء عن طريق اتصالين هاتفيين، هذا واش صرا بيني وبينه. وغدوه ان شاء الله حنرفد روحي ونضرب 400 كيلو باه نوصل لدارو وباه نتضامن معاه وباه نبين بلي انيس القومي، انيس القومي انسان كذاب، وانيس القومي الحاجه الوحيده اللي يعرف يديرها في الدنيا هذه يحقر الزواوله، ما يقدرش يقابل كي الرجال، ما يقدرش يقابل كرجال، ما فيهش جرام نتاع رجله. هاو عدلان ملاح برا وراه يقولها لك انت انيس قومي. وحاجه واحده اخرى ثاني باش يعرف الناس اللي تشوف فكره انه انيس قومي هذه تكلفني 5 ملايين غرامه ماليه، هذا مكانه عاد ارواح نسلك لك شرفك ب 5 ملايين ما عنديش مشكل. هذه على انيس القومي، غدوه ان شاء الله حنروحوا نضامنوا مع خونا مدني الوابح في الادريسيه، ان شاء الله خاوتنا ناس الادريسيه يكونوا ثم، ان شاء الله خاوتنا ناس الادريسيه يكونوا ثم. حاجه واحده اخرى ثاني نسيتها، المخابرات راه بهدلكم انيس القومي، مازال باش تحركوا، والله مازال باش تحركوا، لا انيس القومي ولا هو الدوله، ما تخافوش والله ما تخافوا انيس القومي، والله ما يقدر يتحرك. ومام المعالي نتاعو اللي كانوا يخدموا به تحرك
تحرق وما مش هيخدموا به. حاجة خلاف ثاني، أنا سلقوم إن شاء الله راني موجود لك بزاف مفاجآت، وماشي لدوارك، لدوارك وفي دوارك يا أنيس القومي نتحداك انت يا القومي الكذاب، نتحداك تهبط لدوارك، نتحداك تهبط لدوارك وتلم لنا 5 عباد في دوارك ودير لنا فيديو نعرفوا انت شحال تسوى في دوارك. انا دواري في الضلعه شاوي من ام بواكي، وكي نروح لدواري نسوى في دواري لانه عندي عرش وعندي تاريخ وعندي مواليه وعندي مجاهدين وما شابه. انت يا القومي، يا القومي اللي يخدموا بيك المعاليم نتاعك راني ماشي لك للبيض الثاني نحقق عليك. والشعب الجزائري ما تخافوش القومي، والله ما عندكم على تخافوا القومي. شكون يعرف يحقر؟ يعرف يحقر واحد كيما احمد مولد تاع النعجه 720 دهل الحبس، واحد كيما سيد علي القومي هذا راهو داي 72 شخص للحبس، امين كباشه تلمساني وهذو كاع رانا حنجيبوهم وبلا مزيد حتى واحد. نهار يولوا يدوا جنرالاتهم للحبس ويخلوهم في الحبس اللي سرقوا الصوارد يجوا يدوا خاوتنا. انا هذه قناعتي. وحاجه خلاف ثاني، التحقيقات اللي نحاوك منها في قضيه كمال شيخي، صحابك اللي حذفوك من التحقيقات، كمال شيخي هادر عليك في التحقيقات ويقول باللي في 21 جوان 2014 ابتزيته وكتبت له على اللحوم نتاعو وسلكك يا المبتز. ويهدر ثاني على احمد قاره. انا هنا نوجه النداء لهذا باب جديد وهذا الكورونا اللي يعرف يعذب الناس. يا الكورونا لا نحيت انيس رحماني، انيس القومي، حاجه عائلة رحماني، انيس القومي لا نحيته من التحقيقات نتاع كمال شيخي. وانت على بالك يا انيس القومي، انت على بالك باللي كمال شيخي ذاكر انيس القومي وذاكر احمد قاره. تسجيلات راهي مسجله وغدوه ان شاء الله حنكتبوا مليح على قضيتك مع كمال شيخي اللي بدات في 21 جوان 2014. شكون اللي بعث ثاني؟ الصحفيين تاع النهار بعثهم للبريزيل يغطيو المونديال. شكون اللي كان يصرف عليك؟ هذه كاع امور حنهضروا عليها يا انيس القومي، هذه كن متاكد. وحنبقى موراك يا انيس القومي حتى نصورك بليميروت يا العميل، حتى نصورك بليميروت. هذا ما كان لكاين كاش اسئله ان شاء الله ولا كذا. ناس بسكره يا اخي، اولاد عبد الرزاق شريف داو كاع بسكره، ماناش نكذبوا عليه. ناس الادريسيه ان شاء الله خاوتنا غدوا يكونوا حاضرين غدوه ان شاء الله على الوحده ان شاء الله. ناويين نكونوا كيما دار خونا مدني الوابح، هيبه المؤسسات الحواد ذراري لم يحكموا في المؤسسات، وان شاء الله تعاود تولي هيبه المؤسسات. انيس يحمي السعيد خوك مول السطح. السعيدك تحمي في انيس وا قول السعيد، الناس راهي تقول بلي انت ماكش تحمي فيه ولاك تحمي فيه. هذه ثاني حنهضروا عليها ان شاء الله قبل ما يدونا. ما كانش اللي خاف القومي، انتوما كاع ولاد شهداء ما عندكش علاش تخاف القومي. ان شاء الله تتزوج يا سمير، كش ما كاينه اسئله كش ما كاينه حاجه. الله يرضى عليك، الله يكثر خيرك يا الشعب قاعد يابا. نورمال نورمال. المهم الحاجه الوحيده اللي حاب نقولها للشعب الجزائري، كي يحقروك ادي حقك. هذا ما كان، احنا هذه هي رسالتنا، يحقروك ادي حقك، ادي حقك. هذا ما كان، يحقروا لك خوك ادي حقك. اه خاوتنا ثاني طايزن وميرانا، خاوتنا ولاد كليما دو فرونس، البارح طايزن وميرانا داو البراءة. أنيس القومي راهو يقول بلي يحكموا لهم وكذا، داو البراءة التهم اللي كانت عندهم وفرحنا لهم ورحنا لديورهم، لأنه الإنسان اللي يدير فينا خير الأصل أنهم بقاو نديروا فيه خير. صحفي حبيب الرحمن جعيط ماشي له غدوة الباريكة ثاني. هذا صحفي حبيب الرحمن جعيط كتب موضوع قال بلي الجنرال محمد مدين كاين دعوات باش يترشح، موراها ما زدناش سمعنا خبره. هذا حبيب الرحمن جعيط وليد باريكا، ناس باريكا ان شاء الله نروحوا له. خويا الله يرضى عليكم، الله يكثر خيركم. ايه شاكيب خالي الميدي واش الحبس؟ لا لا، شاكيب خالي الميدي واش الحبس؟ يدو احمد مولد وسيد علي وزواوله. بصح شاكيب الميدي واش الحبس؟ كي هو كي ولد قدور.
غدوة الإدريسية ماشي الجلفة، الإدريسية إن شاء الله الناس الجلفة يكونوا حاضرين. أنا درت رقم خمسة كي كانوا أمي نوتيني، راني ضد العودة الخامسة تاع فخامته. خاوتنا الله يرضى عليكم. لا لا البلاد والله ماشية للخير. البلاد ماشية للخير، لأنه الحاجة اللي عرفناها في الشعب الجزائري ولا يخرج ويتضامن في قضايا وكلش، هذا أمر إيجابي. كلش حيكون سلمي. وهذه بلادنا، واحد ما يكسر فيها بوطو لأنه البوطو رزق الزواولة، ماهوش رزقهم. الحل، الحل تتحقر دي حقر بالطرق السلمية، هذا هو الحل. أنا هذه الحاجة اللي عارفها، تتحقر تدي حقك، هذا ما كان. أنا ولد القومي أنيس حقرني، مش حقرني، هو طحان ما يقدرش يحقر. هو صورني كي كنت في عهدة الدرك الوطني وقاضي التحقيق، الباقي هو ما يقدرش يصورني، هو يعرفني أنا وش نسوى. هذا ما كان. أنيس القومي غلط معايا، ما نرحموش اليوم الدين. اليوم الدين كي هو كي معاليمه اللي عطاولو الامر. انت خاوتنا اللي يغلط معاه يدي حقه بالطرق السلميه. ان شاء الله الضلعه مليحه، ضلعه فيها المشوي الله يبارك. مازال مازال اسمع، الامبراطوريه مازال نهضروا كاع عليهم. خير الدين، ايه خير الدين، واش راك تهضروا عليهم كاع؟ ناس الحراش خاوتنا كرمونا، كرمونا ان شاء الله، وان شاء الله الناس، ناس الحراش، ناس الحراش يزيدوا يكرمونا ان شاء الله كي يخرجوا خونا احمد مولد، وخونا سيد علي، وخونا مدني الوابع. بريكول تاع انيس، انيس هو اللي يخدم الخدمه هذه في قضيه هشام عبود والصحافيه. خاوتنا الله يرضى عليكم، الله يكثر خيركم، والله العلي العظيم. غير اذا رانا قادرين نهضروا، رانا نهضروا لانه انتم راكم معانا، انتم اللي راكم واقفين معانا، انتم اللي علمتونا. لانه انا واحد من الناس قبل ما يدوني الحبس كنت انسان سوفاج، نعرف غير صوالحي. تعلمت منكم، انتم اللي تضامنتوا مع مرتي، انتم اللي تضامنتوا معايا، انتم اللي تضامنتوا مع ولدي. وانا قلتها والله العلي العظيم، راح نكمل نتضامن مع اي قضيه، مع اي قضيه. وما عندنا حتى هدف سياسي، احنا هدفنا واحد، رساله. نحن جزائريين، تحقرني نوقف لك، انت الزمن وين تحقرني ونسكت لك. انتم اللي ديسيدي شكون الغوفرنور، اللي ديسيدي كاين شعب، عطيني الشعب، عطيني الحكم للشعب، لكن لا حتى واحد يحكم في الشعب. كبسولة مازال ما رجعليش البيتين هذا، والله ما يحشم. خاوتنا الله يرضى عليكم. يا اخونا كيكي كامارانا، انا انسان شاوي جزائري كي نتحقر والله ما يسمح في حقي. وانا اخويا والله ما نقول انسان ضامن معايا، ما من الناس اللي تشوف والله ما تضمنوا معايا. انا ان شاء الله غدوه كي نعاود نولي لحباسهم والله غير ناكلها بالمساك، والله ماني مسحق بنادم يتضامن معايا. انا حاجه واحده، يا حقروك وقف، يا حقرو خوك وقف، الحقره اللي لازم تخلص. هذا ما كان حبيب نخدموا عليه. خاوتنا الله يرضى عليكم، الله يكثر خيركم. يا ودي ما كان علينا نرفدوا السلاح، سلاح نرفدوا. شوف هذو لم يحكموا فينا بقى سيئاتهم، ناس جزائريين. احنا سلاح كي نرفدوه، نرفدوه ضد ناس اجنبيين معتدين حبوا يعتديوا على بلادنا كيما رفدوهم مالينا. نحنا كلش حيكون سلمي. ولد القومي باينه، ماشي ولد القومي، خلونا من المصطلح هذا. القومي انيس والله ما تربح. خاوتنا الله يرضى عليكم. انت ثاني ريبو، ريبو انت ثاني داك القومي انيس، ابعث لنا نخدموا على القضيه. الله يرضى عليكم خاوتنا. وما عندكمش علاش تخافوا انيس القومي، جماعته اللي كان يخدم بها واللي كانت ترفد في ولاد الناس هي راهي خايفه على روحها، وهي ان شاء الله اليومات هذو تترفد. الله يرضى عليكم. السلام عليكم. نونسا اش داروا لكم سكاره يا اخو، مش قاعد تقولوا فيه يديهم. كمل بوشي نحكيوا عليه ان شاء الله غدوه. السلام عليكم.